بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وذكرنا هناك أركانا للنكاح وشروطا لابد أن نعيد الكلام عليها. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين، والرضا، والولي، والشهادة، لابد من توفرها. ثم قلنا هناك نساء يحرم نكاحهن، منهن ما يحرم بسبب النسب، ومنهن ما يحرم بسبب المصاهرة، ومنهن ما يحرم بسبب الرضاع. وقلنا بأنه لا يجوز أن يجمع المرء بين الزوجة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها، ولا أن يجمع بين الأختين، سواء كان ذلك من الرضاع أو من النسب. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الخصوص، بأنه لو عقد على اثنتين في آن واحد في وقت واحد، إذا وقع عقد على هند ثم على دعد وهما أختان، فالعقد الصحيح على هند، وأما دعد فعقدها باطل لأنها أخيرة. لكن لو عقد عليهما عقدا واحدا، سواء كانت أختها بنسب أو رضاع، فما الحكم؟ وهو موضوعنا الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن تزوج امرأة ثم طلقها فلا يصح له أن يتزوج أختها أو بنت أو بنت أختها، أو يعني من هذا القبيل، إلا بعد أن تنتهي العدة. وأما إذا كان قبل انتهاء العدة فلا، سواء كان طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. نعم. لم تحل له أختها ولا عمتها ولا خالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الأختين، ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لما في ذلك من الشجار وما في ذلك من قطيعة الرحم وخصومات وغير ذلك. وأما بين المرأة وبنت عمها، أو بين المرأة وبنت خالها، فقد كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول بأن ذلك جائز، أي بين المرأة وابنة عمها، وبين المرأة وابنة خالها، وإذا تيسر بدون ذلك فهو أولى وأتم. ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، حتى يعني عنده ليلى، تزوجها وطلق ليلى وأراد أن يأخذ فاطمة أختها، نقول حتى تنقضي العدة، ولو كان الطلاق بائنا لا، حتى تنقضي العدة،
أراد أن يتزوج عمة ليلى، أراد أن يتزوج أخت ليلى، أراد أن يتزوج خالتها، أراد أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، فلا يفعل حتى تنقضي العدة ولو كان الطلاق بائنا. فإذا طلق فاطمة وانقضت العدة جاز له أن يعقد على ليلى، وإذا طلق ليلى جاز له أن يعقد على خالتها أو عمتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، ولكن بعد انقضاء العدة. أما لو كانت ما دامت العدة باقية فلا، لأنها لا يمكن أن يجمع ماءه في رحمين هما من هذا النوع. نعم، رجعية كانت أو بائنة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث من المصطفى عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر، فلا يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها، وهكذا. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه، فأشبهت الرجعية. ولو قال كان، يعني كثير من الناس قد لا يدركون هذه الأمور، لا يدركون هذه الأمور، وقد يتجاوزونها مع أن ذلك حرام ولا يجوز. فأذكر أنه مر بي قضية، إنسان تزوج امرأة وأنجبت له عددا من الأولاد، بنين وبنات، وكان عددهم في ذلك الوقت أظن 7، ثم بعد ذلك أحضر معه ابنة أخيها لأجل أن تساعدها على البيت وتساعدها على شؤونه وعلى أعماله، وكان عنده وكالة، وبدا له أن يتزوجها، فذهب إلى شخص ليس بطالب علم وعقد له، وهذا في غير هذه البلاد، وعقد له فتزوجها، فأصبح جمع بين المرأة وعمتها. ثم علم بعض من يعرفونهم وقالوا: هذا شيء لا يجوز، يعرفه العوام ويدركه كل إنسان. قالوا: لا، الرجل عنده وكالة وعقد. طيب، لما تبين الأمر وجد أن عملهم هذا لا أصل له، فقالوا: لا يمكن أن تجمع بين المرأة وعمته. قال: إذن أم الأولاد خلصها، وفارق أم الأولاد. قال: مدام ما يمكن الجمع فأنا أريد الأخيرة. يقول: قالوا: لا، حتى العقد هذا باطل، وإنما يمكن إذا رغبت في طلاق الأولى وانقضت العدة وزالت الشوائب يمكن أن تعقد على الثانية، أما أن تقول أريد هذه ما أريد هذه فهذا كلام لا يكون شرعا ولا يقر. نعم، ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكنها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، فلا يجمع ماءه، يعني المني، في رحم أختين، لأنه يجامع هذه ويجامع هذه وهما أختان، وهذا قد يكون سببا لوجود الشقاق والنزاع والخصومة بينهما، والإسلام يحرص على إغلاق كل باب من هذا النوع. نعم، ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية. ولو قال معتدة، لأنها الضمير يعود إلى من يا شيخ تركي؟ شيخ تركي، الضمير يعود إلى من يا بني؟ لأنها طلقة المرأة المطلقة، لأنها محبوسة فأشبهت الرجعية. نعم، ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكنها. لو قال: أخبرتني بانتهاء العدة فكذبته، قالت: لا ما أخبرته،
من نعمل من القول قوله؟ لم يقبل قوله في هذا. نعم هو قال أخبرتني، يعني تزوج الثاني يا شيخ تركي، وقلنا ليه تزوج؟ قالنا خبرتني إن انتهت العدة، فما دام انتهت العدة نقول صحيح إذا انتهت العدة، لكن قالت كذاب ما قلت له الشيء هذا، فالقول قوله. نعم لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكناها، ويقبل في سقوط رجعتها لأنه يقر بسقوط حقه، وفي جواز نكاح أختها لأنه حق لله تعالى وهو مقلد فيه، ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها، وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختها. شوف يا محمد، لو قال أخبرتني بانقضاء العدة فكذبته. نعم ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته لا يقبل قوله، لأنها تقول كذاب. نعم لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكناها، ويقبل في سقوط الرجعة لأنه مقر به. نعم ويقبل في سقوط رجعتها لأنه يقر بسقوط حقه، وفي جواز نكاح أختها لأنه حق لله تعالى وهو مقلد فيه، ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها، وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختها ثم أسلم في عدة الأولى. اختار منهما واحدة، يختار واحدة. نعم. اختار منهما واحدة كما لو تزوجهما معا. لو تزوجهما معا يعني سواء. نعم. وإن أسلم بعد عدة الأولى بانت منه والثانية زوجته. فصل. وإن ملك أختين الآن ما في زواج، وإنما ملك اليمين، والذين هم شيخ عبد الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني لو يجيب الإنسان 10 بملك اليمين، لو يجيب 20 بملك اليمين، لكن هل يمكن يوقع هذه ويوقع هذه وانخوات؟ نقول لا، بملك اليمين يمكن يملك، يمكن أربع يملك 14 20 بملك اليمين، لكن للخدمة، للطبخ، للغسيل، لأعمال البيت، لكن للفراش لا يواقع إلا واحدة، لا يجمع ماءه في رحم أختين. واضح؟ فملك اليمين يمكن يكون 6 7 ما بدون عدد، بدون عدد، لكنه لا يواقع اثنتين بينهما ما يمنع من نكاحهما. نعم. وإن ملك أختين جاز، لأن الملك لا يختص مقصوده. يعني أراد يشتري مثلا، لو كان بيع السراري موجود، لو كان بيع الجواري موجود، أراد يشتري ثنتين أخوات، نقول ما في مانع، 10 أخوات ما في مانع، لكن للوقاع، لأن يأتي ما حل الله له، لا يجمع بين أختين، وإنما يختار منهن واحدة فقط. نعم. لأن الملك لا يختص مقصوده بالاستمتاع، ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع، وله وطء إحداهما المجوسية، لأن المجوس يتزوج الواحد أخته مثلا. نعم. أيتهما شاء، لأن الأخرى لم تصر فراشا فلم يكن جامعا بينهما في الفراش، يعني جمع بينهما في الملك لكن لا يجمع بينهما في الفراش، وهذا كحكم يعرفه طالب العلم، وإلا الآن ليس عندنا جواري ولا يوجد هذا النوع. نعم.
فإذا وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست حاملا ويتأكد أنها ليست حامل. أما إذا كانت حامل فلا يقربها حتى تنتهي العدة وينتهي كل شيء. نعم، لعدة الحامل تكون بالوضع، عدة الحامل تكون بوضع الحمل. نعم، لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو يكون جامعا ماءه في رحم أختين. في رحم أختين، وقد ورد النهي عن ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل له أختها، لأنه لا يؤمن عوده إليها، فيكون جامعا بين أختين في وطئ. نعم، فيكون جامعا بينهما وإن رهنها. وإن رهنها، نعم، اشترى من واحد زلعة وقال أريد الضمان، قال ما عندي إلا الجارية هذه، تبقى عندك حتى أسدد لك المبلغ. وليس معنى تبقى عندك يريد يجمعها، لا، تبقى عنده في البيت كالخدمة أو غير شيء من ذلك، أو للطبخ أو كذا أو كذا. أما أن يواقعها هذا ويواقعها ذاك فلا، لا يواقعها الأول. وإذا أراد انتهى الأول وأراد بيعها، فإن كانت حامل أصبحت أم ولد ولا يجوز البيع، وإن لم تكن حامل استبرأها. والاستبراء يكون بحيضة، فإذا حاضت عرفنا أن رحمها خالي وأنه ليس فيها حمل. نعم، أو ظاهر منها لم تحل أختها، لأنه متى شاء فك الرهن وكفر فأحلها، وكذلك إن كاتبها، لأنه ذلك إن كاتبها. شيخ عثمان، وش معناها يا بني؟ وكذلك إن كاتبها. الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، فقد تكاتب المرأة كما كاتبت بريرة كاتبت وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب الإعانة على الكتابة. فالكتابة أن يشتري الرقيق ذكرا كان أو أنثى، أن يشتري نفسه من سيده على مبلغ يدفعه على أقساط شهرية، والرقيق والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. نعم، لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما، فأشبه ما لو رهنها. وروي عن أحمد أنه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطأ، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. نعم، وإنما يكره إنما من باب الكراهة. نعم، لقوله تعالى، لأن الله يقول أو ما ملكت أيمانكم، ولم يقيد هذا بأن يكون أختين أو غيرهما. نعم، وما ملكت أيمانكم. والمذهب هو الأول أنه يحرم وطء إحدى الأختين أو والثانية في ملكه، يعني أن فأما إذا حدد واحدة للطبخ وواحدة لغيره فلا حرج. نعم، والمذهب الأول لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى، وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها، ملك أخت المرأة، نعم، جاز، يعني تزوج زوجة وبعدين اشترى أختها، نقول ما في مانع، هذه زوجة بينك وبينها عقد، وهذه بملك يمين اشتريتها لا مانع، لكن تقرب من كل إلا لا تقرب إلا زوجتك. وأما ما دامت الزوجة في عصمتك فليس لك أن تقرب الثانية، ولو طلقت الأولى فلا تقرب الثانية إلا بعد انقضاء عدتها. نعم، ولا تحل له الأمة
لأن أختها على فراشه، فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرئ الأمة، ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة من ملكه، حتى يخرج الأمة عن ملكه أو يزوجها لأنها قد صارت فراشا. وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن النكاح لا يصح، نعم، لأن النكاح سبب يصير به فراشا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطئ. قال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يصح، لأن النكاح سبب يستباح به. رواية أخرى، وقلنا إن كتاب الكافي يذكر روايتين ليميز طالب العلم بينهما ويعمل بما ترجح لديه من الأدلة، وإذا كان قاضيا فحكم القاضي يرفع الخلاف، لأن قلنا إن ابن قدامة رحمه الله ألف كتبا أربعة. ألف أولا العمدة للطلبة المبتدئين، ثم المقنع لمن سار وقطع شوطا في طلب العلم، ثم ألف الكافي وهو كتابنا هذا لمن قطعوا شوطا أطول، ثم ألف في النهاية كتاب المغني لطلبة العلم الذين توغلوا في البحث والدراسة والاستذكار. نعم. لأن النكاح سبب يستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت كالشراء، ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الأمة بإخراج عن ملكه أو تزويج، لما ذكرنا في التي قبلها. وإن باع الموطوءة أو زوجها ثم تزوج أختها ثم عادت الموطوءة إلى ملكه لم تحل له، كما لو اشتراها ابتداء، ولا تحرم الزوجة لأن النكاح أقوى. وعنه ما يدل على تحريمها أيضا حتى يخرج الأمة عن ملكه، لأن هذه فراش والمنكوحة فراش، فلا يحل وطء واحدة منهما كما لو كانتا أمتين، ولو كانت له أمة يطأها فزوجها أو باعها ثم تسرى، يعني أخته اشتراها بملك اليمين، فيسمى وقاعه لها تسري ولا يسمى نكاح. نعم. ثم تسرى أختها فعادت الأولى إليه، عادت الأولى اللي هو طلق. نعم. لم يبح له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه، فلم يبح له واحدة منهما، لا الأولى ولا الثانية، قبل إخراج الأخرى من الفراش، قبل إخراج الأخرى عن الفراش. فإن ملك أختين فوطئهما فقد أتى محرما ولا حد عليه، لأنه وطئ مملوكته، فأشبه وطئ المظاهر منها. ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى كما يحرم وطء الأولى الثانية. فصل. وإذا تزوج أختين في عقدين، فالعقد الأولى صحيح والعقد الثاني باطل. نعم. إذا تزوج أختين في عقدين ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا، لأن المحللة اشتبهت بالمحرمة فحرمتا جميعا، كما لو اشتبهت بأجنبية، وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة،
لتحل لغيره، لتحل لغيره لأنها في عصمته، كيف تنتقل إلى واحد ثاني؟ نقول طلقها وتنتهي عدتها منك وخلاص يمكن تتزوج. ويزول حبسه عنها إلا أن يريد إمساك إحداهما فيطلق الأخرى ويجدد العقد للتي يمسكها، فإن طلقهما معا قبل الدخول فعليه نصف المهر لإحداهما لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي، فيقرع بينهما فيه لأنهما سواء، فيقرع بينهما كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه. كما لو أراد السفر، الشيخ أحمد وش معنى كما لو أراد السفر؟ هو الآن عاقد على ثنتين ولا ندري أيهن؟ يقول يقرع بينهما، فيقول يقرع كما لو أراد السفر. وش معنى يا شيخ أحمد كما لو أراد السفر؟ يعني عنده ثنتين يقول أنا بسافر مثلا للمدينة، كل واحدة تقول أنا بروح وياك، طيب أنا بأخذ فاطمة تقول لا أنا بروح وياك، فاطمة تقول أنا وليلى تقول أنا، ما العمل؟ يقول يقرع بينهما، فمن أصابتها القرعة خرجت معه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه. نعم. كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه، فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها. وقال أبو بكر يتوجه ألا يلزمه لهما صداق لأنه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما، كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره. قال وهذا اختياري، وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما، كل واحدة تستحق صداق كامل، إلا أن لإحداهما المسمى، وفي الأخرى روايتان إحداهما لها المسمى أيضا والثانية لها مهر المثل، لها مهر المثل لأنه واجب بالإصابة لا بالعقد، يعني بفعله لا بالعقد. نعم. لا بالعقد، فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه، وإن أراد نكاح إحداهما طلق الأخرى، طلق الأخرى وعقد النكاح للثانية، إلا أنه كان لم يدخل بواحدة منهما فله أن يعقد النكاح في الحال، وإن كان دخل بها لم يعقده حتى تنقضي عدتها لئلا يكون ناكحا لإحداهما في عدة أختها، أو ناكحا لمعتدة من وطئه لها في غير ملكه. فصل. ولا يحرم الجمع بين بنات العم أو بنات الخال لأنهن لسنا كالأختين. نعم. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا ابنتي الخال، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأن إحداهما لو كانت ذكرا حلت له الأخرى، لكن يكره لما روى عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة، وهذا محمول على الكراهة لما ذكرنا. نعم. لما ذكرناه. ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها، بين المرأة وربيبتها، يعني امرأة عندها زوج، الزوج هذا عنده بنت، توفي الزوج، يجي واحد ويخطب المرأة اللي هي زوجة الرجل وابنته، فيجمع بين زوجة الرجل وابنة الرجل وليست بنتها، وليس بينها وبين هذه المرأة رضاع، وهذا معنى قوله يجوز الجمع بين ربيبة المرأة وابنة زوجها. نعم. للآية. وفعله عبد الله بن جعفر
وعبد الله بن صفوان بن أمية، ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه. ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه، عنده ولد، ولده متزوج المرأة، فيتزوج الأب بنت المرأة التي يعتبر ابنه ربيبا لها، يعتبر ربيبة لابنه، نعم ربيبته، وربيبة أبيه وربيبة أمه للآية، ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب محرم. فصل. الضرب الثاني. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء.